اهلا بيكم. ازاي انك انت تقلب السحر اللي انت وصلت بيه على من قام بعمل السحر ليك؟ كل اللي انا طالبه منك انك انت هتمشي على برنامج علاجي لمده 21 يوم، هتحضر ازازه ميه زي ديت وهتقرا ايات قرانيه معينه عليها، وبعد ذلك هتشوف رؤيه ديت هتبشرك ان ربنا سبحانه وتعالى شفاك من السحر، وهتقوم من الرؤيه ديت تبص تلاقي ان الاعراض اللي انت كنت بتعاني منها خفت نهائيا. ومش بس كده، هيجي لك رؤيه ثانيه خلال ال 21 يوم بتدل على ان الانسان اللي عمل ليك السحر ده ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بما يكره. قبل ما ابدا عايزك انك انت تدوس لايك، ولو اول مره بتسمعني اضغط على زر سبسكرايب وفعل الجرس، وخلونا مع بعض نبدا. عايزك تعرف يا اخي الكريم ان السحر ده من البغي، والبغي ده ظلم عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثه من كنا فيه فهي راده على صاحبها لا محاله: البغي والمكر والنكث. وقرا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم. وقرا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. لذلك يا أخي الكريم عايزك تعرف أن الإنسان اللي بيعمل لك السحر ده حتما أن ربنا سبحانه وتعالى هيبتليه بنفس الأشياء اللي انت بتعاني منها، لأن الله عز وجل بيقول في كتابه العزيز: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الإنسان اللي بيروح يعمل السحر زي ما اتكلمت في الحلقة اللي فاتت بيصاب بنوع من الجن أو بيصاب بنوع من الشياطين، هو من أعتى أنواع الشياطين. الشيطان ده لما بيخش للإنسان اللي راح تعمل لك السحر بيمكث في جسمها، ودايما يحسها على الحسد والحقد والغيرة، ودايما تتعب. فأنت لما تستمر على البرنامج اللي أنا هقوله لك بيبقى فيه حبل خيط بين الشيطان اللي موجود في جسمك اللي هو خادم السحر، وبين الشيطان اللي موجود في المرأة اللي عملت لك السحر. فالحبل ده بينقطع، وإذا الحبل ده سبحان الله انقطع، يجي الشيطان اللي موجود في جسم المرأة التانية ديت يتعرض ليها بالأذى ويؤذيها ويؤذي أولادها ويؤذي كل أسرتها، لأن هي اشترت نفسها بسحر وذهبت لإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: من أتى عرافا أو كاهنا أو دجالا فآمن به فقد كفر بما أنزل على محمد. فما بالك إن الشيطان اللي بيكون موجود في الجسد كل غيطه دمار ابن آدم، سواء كان ابن آدم ده هو اللي بيعمل السحر أو الإنسان اللي سحر أيضا. وربنا سبحانه وتعالى وضح إن السحر ما بيفلحش مهما كان، ومهما أصبت ومهما ابتليت هيجي يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى هيشفيك فيه. يقول الله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى. عشان كده كل اللي عليك يا أخي الكريم إنك أنت هتركز معايا على ثلاث نقاط معينة. النقطة الأولى إنك أنت هتصوم اثنين وخميس، تمام؟ والنقطة الثانية اللي هي الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر: ثلاث لا ترد دعواهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. يرفع الله عز وجل دعوته فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فأنت إنسان مظلوم لأنك أنت أصبت بسحر دمر حياتك، دمر مستقبلك، عطل كل شيء في حياتك، عطل زواجك، عطل مثلا تجارتك، عطل صناعتك، عزلك عن المجتمع كامل. فأنت إنسان مظلوم، فبالتالي لما ترفع إيدك بالدعاء لله عز وجل حتما أن ربنا سبحانه وتعالى حينصرك. وربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فربنا سبحانه وتعالى رحمته اقتضت أن أي إنسان مهما كان ابتلي بأي ابتلاء ربنا بيكفر عنك ذنوبك، بيرفع درجاتك، بيحط عنك الخطايا اللي انت فيها. عايزك تعرف ان اي حاجة الشوكة اللي بيتشكها المؤمن بتكفر عنه خطايا وذنوب كتيرة جدا، فما بالك بالابتلاء العظيم هو تسلط الجن والشياطين عليك. هذا ابتلاء عظيم جدا لا يعلم بأجره سوى الله عز وجل. فلعل الاشياء اللي انت بتمر بها الآن ترفعك درجة عند ربنا سبحانه وتعالى ما كنتش توصل ليها إلا بالابتلاء اللي انت بتمر به وهو السحر. كل اللي انا عايزه منك يا اخي الكريم انك انت هتحضر ازازة مية زي ديت، هتقرأ عليها الصور القرآنية اللي انا حاولها لك ديت بالترتيب، وتركز وتخلي دايما ان نيتك ان ربنا سبحانه وتعالى يحيل بينك وبين السحر اللي انت مصاب بيه، ويحيل بينك وبين اي شيطان بيجدد ليك السحر، وان ربنا سبحانه وتعالى يرد كيد الساحر في نحره، وربنا سبحانه وتعالى يرد أيضا كيد الشخص اللي بيعمل ليك السحر في نحره. وصدقني ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب لدعائك، وهتشوف رؤية خلال ال 21 يوم اللي انت هتمشي عليهم، ورؤية تانية
ايضا تخبرك ان الانسان اللي عمل لك السحر ده ابتلي، وهتكتب لي الرؤيه ديت في الكومنتات وانا هرد عليك، وهتابع المقطع ده لمده شهر عشان كل شخص شاف حن هجاوبه وهرد على رؤيته وافسرها له كمان. هتحضر ازازه ميه زي ديت، اول حاجه هتقرا فيها سوره ياسين مره واحده وتنفث في الماء 7 مرات هكذا، بعد ما تفترغ من القراءة، ثم تقرأ سورة الواقعة وتنفث في المية، ثم تقرأ سورة التكوير وتنفث أيضا في الماء 7 مرات، ثم تقرأ سورة الليل والضحى والشمس والشرح والتين كل واحدة مرة واحدة وتنفث في الماء أيضا 7 مرات، وتقرأ الكافرون أيضا 7 مرات وتنفث في الماء، وتقرأ المعوذتين والإخلاص 7 مرات وتنفث في الماء. ثم بعد ذلك يا أخي الكريم عايزك أنك أنت لما تنفث في الماء تنفث 7 مرات، وعايزك ايضا تركز معايا انك انت بعد ما تفترغ من القراءة تقرأ على جزازة مية تكفيك لمدة يوم كامل، او تقرأ على مية تكفيك شرب طول اليوم، كل شربة خلال 21 يوم من المية اللي مجرى عليها، تمام؟ واللي انت ماشي على البرنامج ده وتقرأ الصور ديت كل يوم، ثم بعد ذلك هتقول الدعاء ده: لا إله إلا الله العظيم الحليم، وبقك في المية، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات 7 ورب الأرض ورب العرش الكريم، دعاء القرب. ثم بعد ذلك تدعي بالدعاء ده: اللهم ربي أنت حسبي ونعم الوكيل، اللهم إني أفوض أمري إليك وأبرأ من حولي وقوتي، فلا حول ولا قوة إلا بك، اللهم إنك تقول للشيء كن فيكون، اللهم فرج عني ما أنا فيه، اللهم فرج عني ما أنا فيه، اللهم فرج عني ما أنا فيه، اللهم إنك قلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم إني مضطر إليك، اللهم إني مضطر إليك، اللهم إني مضطر إليك، اللهم طهر جسدي ودمي وعظمي ولحمي وشعري وعيني ونفسي وروحي من كل عقدة معقودة، من كل عقدة معقودة يا كريم، ومن كل قطرة سحر في الجسد تسير في الدم يا عظيم، اللهم طهر جسدي من كل عقد الشياطين ومن سحر الشياطين ومن تجديد السحر، واجعل كيد من قام بعمل السحر لي في نحره يا عظيم. وتنفث في الماء 7 مرات. بعد الانتهاء من القراءة يا أخي الكريم والدعاء هتقرأ أيضا قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، إلى آخر الآيات الكريمة في سورة الأحقاف، وهتقرأ أيضا قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم 7 مرات، وتقرأ أيضا قوله تعالى: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 3 مرات، وتنفث في الماء 7 مرات. هتفضل ماشي على الطريقة ديت لمدة 21 يوم وهتنام على وضوء، وإن شاء الرحمن أبشر هتبص تلاقي كل التعب والأعراض اللي بتعاني منها اختفت نهائيا، وهيجي لك زي ما قلت لك حلم خلال ال 21 يوم يبشرك ربنا سبحانه وتعالى فيه إنك أنت خفيت من الأعراض، والحلم الثاني يقول لك إن الشيطان اللي عمل لك السحر أصيب بمكروه، أو الإنسان اللي عملت ليك السحر أصيبت بمكروه وانقلب السحر على الساحر في خلال الرؤية الثانية. طبعا الأحلام ديت هتضعها لي في كومنتات أسفل المقطع ده، وإن شاء الرحمن هرد عليها بإذن الله جل وعلا. خلي عندك يقين يا أخي الكريم، وخلي عندك نية، واعرف أن سورة ياسين لما قرأت له، وطول ما أنت عندك نية عظيمة تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك وهيعافيك من كل سوء وكل ضرر أنت بتمر بيه. عايز أذكرك يا أخي الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذ إلى اليمن قال له: اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. فأنت إنسان مظلوم، إنسان مكهور، لما تلجأ لربنا سبحانه وتعالى لو تمشي على البرنامج ده لمدة 21 يوم ثق ان ربنا سبحانه وتعالى هيبعت لك رؤية يخبرك فيها ان تم شفائك، وبعد الرؤية ديت هتقوم من النوم هتحس ان الاعراض اللي كنت بتعاني منها اختفت نهائيا من جسمك ونقصت تماما، وشفيت بنسبة 70-80%، فتحافظ على الاذكار بتاعتك. بما انك وصلت هنا يا اخي الكريم فالطريقة هتلاقيها في صندوق الوصف، هتلاقي ايضا رابط قناة لبنت اخويا، قناة للاطفال، اشترك فيها ايضا وفعل الجرس لاني بعمل بثوث مباشر عليها هناك. وما تنساش لو عجبك المقطع ده انك انت تدوس لايك وشيره لاصحابك واصدقائك، ولو أول مرة تسمعني اضغط زر سبسكرايب وفعل الجرس، وانتظروني في حلقة مهمة جدا الحلقة الجاية بتكلم فيها عن مملكة السحر. لكم أطيب تحياتي، أنا أخوكم يوسف أحمد، دمتم في أمان الله.